بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله المقادير اللي عندي عمل البيتوفور بطريقة سهلة وطيبة، كتير كتير طيبة. المقادير اللي عندي هون كاسة او مج كبير، نفس المقادير بدها تكون بنفس المقدار اللي بتستخدمه. هاي كاسة سكر ناعم مطحون بنفس المقدار، كاسة من الزبدة او السمنة نفس المقدار، كاستين طحين، وعندي بيضة واحدة. اول شي بحط هاي السكر المطحون البودرة، احط معاه السمنة بالحرارة العادية، يعني مش بتكون، اذا كانت بالبراد برضو ممكن بس ما تكونش سايحة. هاي بدي احط السمنة واخلطها مع السكر لما تدوب منيح بايدي بدون مضرب بدون خلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي اخلطها منيح لما تصير عندنا كلها متخلطة مع بعض، يعني مش محتاجين حسب، ممكن تعملوها بالمضرب بس انا حابب اعملها بايدي. هاي لما يتشرب كل السكر والزبدة مع بعض، هاي هاي هيك. بسم الله. الرحمن الرحيم. شايفين كيف الخليط صار عندي زي الكريمة؟ هلأ بدي أحط جواته البيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو أخلطهم مع بعض، بطر عندي السائل. هاي نخلط منيح لتتجانس برضو معهم البيضة منيح منيح. هاي لما تصير برضو ترجع سخنة الكريمة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ بدي انزل الطحين شوي شوي، ممكن الطحين يجي بالضبط على حسب الطحين نوعه، وممكن نحتاج كم معلقة شوية عليه. اول شي نحط هيك الطحين ونتم نعجن ونشوف كيف ملمسها، بدها تكون العجينة كتير طرية وناعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا بتحتاج بنزودها. هاي هي حطيت كله ونكمل عجن. هاي العجينة ما احتاجت طحين، هاي ملمسها شايفين كيف ناعم كتير. بدنا نبلش هلأ نشوف كيف ممكن تقسموها لنصين وتحطوا معها كاكاو، هذا بيرجع لكل واحد. انا ما بدي احط لانه اللي عندي ما بيحبوه. تعملوها نصين وتحطوا معلقتين ثلاثة كاكاو وتشكلهم مع بعض، بس انا بدي اخليها هيك. هاي المقدار كمان بسيط ممكن تزودوه. ونبلش نشكلها. هون انا عندي جبت هاي القمح حطيته في هاي الماكينة، فتحت حطيتهم جوا. وممكن تجيبوا زي هيك واحدة بتحطوها بكيس وتنزلوا، تكون بس الفتحة اكبر بتساعد احسن. هلأ بدي اضغط هاي وانزل الحجم اللي بدي اياه. هياته كبيرة هاي، بس انا بدي اقصها اخليها اصغر شوي. هاي كمان هاي هاي هلا بقصها بخليها اصغر كمان. هاي الحجم اللي بدي اياه بنزل وبقصه هيك. هاي هيك هاي انا ما بدي اكبر من هيك لانه هيك هيك بينفش بالفرن. هاي هاي هو كبير، بس انا خليهم قد بعض. هاي هي بتنزل اكتر مثل الماكينة، بس انا ما بدي، بديهم اصغر هيك احسن. هاي هيك كمان
لما ممكن تشكله بأي شكل انتو بتحبوه، بس انا ما عندي القمع الكبير بتاع التزيين، فحبيت اخليهم بهاي الماكينة. هاي بضغط عليها وبطلع قديش الحجم اللي بدي اياه. هاي لما اخلص كل الكمية نشوف كيف. هاي كمان بدي انزل بشكل تاني هيك. هاي يعني التشكيل اللي انتو بتحبوها بتعملوها. لما نخلصهم كلهم هلا ونشوف كيف نحطهم بالفرن على 180 درجة. انا حميته قبل وبنشوف لما يطلعوا شو بدنا نزينهم. هاي البيتفور طلع من الفرن اقل من ربع ساعة، يمكن شي 10 دقايق، وهي طلع بس لسه ساخن. هاي شوي هلا خليه يبرد ونشوف كيف بدنا نزينه مع بعض. هين انا سبت البيتفور يبرد، هلا جبت هون عندي شوكولاتة كاك سيحتها قطع، حطيت معها معلقة كبيرة زيت عشان اللمعة. هون عندي مربى مشمش، اي نوع انتو بتحبوا مربى. هون في عندي كمان جوز هند، عندي هاي ما بعرف شو بتسموها، برغيت شي اشي هياتها. هلا بدي ابلش احط المربى، هاي معلقة صغيرة هيك، كل تنتين اجيبهم مع بعض واسكر واحط المربى من تحت كمان هون. واذا بدي هيك بدونها بحط، بدون ما احط المربى بحطها على الكاكاو دغري. هياها نحطها على صحن تاني. هلا اجيب واحدة تانية احط مربى، لزقهم مع بعض طبعا، بس هو عشان تلزيق المربى. هلا احطها بالكاكاو. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. هاي ونسيبها بس على جهة تبرد أساس الكاكاو يشد فيها. هلأ هاي عندي كمان ممكن جوز هند، سكر وحط على الطرف شوي وغطسها هاي بجوز الهند. هذا كل واحد حسب ذوقه. نكمل مربى طريقتها بإذن الله ناجحة 100%، وكتير طعمتها طيبة. هاي هاي نرجع هلأ نعمل إذا بدنا كاكاو كمان الشوكولاتة. أهم شي المربى بس نسكرهم مع بعض. هاي لما نخلص بقية الكمية اللي عنا كلياتها نحطهم ونقدمهم نشوف كيف شكلهم بالآخر إن شاء الله. هاي ممكن نلون جوز الهند نحط معه ألوان، يعني كل شيء ممكن، كل واحد حسب الذوق اللي بيعمله عنده، بس الطريقة بإذن الله مضمونة 100%. حط هدول كمان من الشوكولاتة. ممكن من الشوكولاتة كمان نغطسها هون، يعني ما نخلي فيها الكاكاو بس هيك. لما نخلص بقية الكمية ونشوفهم كيف. هاي عنا تزيين البيتوفور جهز بالشوكولاتة بالمربى اللي انتو بدكم اياه، بجوز الهند كمان، اي شي بتحبوه انتو بتزينوه. وان شاء الله بتعجبكم الطريقة، وصحة وهنا ان شاء الله.